مرحبا بكم. يوجد حول العالم العديد من فصائل الحيوانات المتنوعة والمختلفة والتي تختلف عن غيرها في طرق الدفاع والحماية عن نفسها وفي طرق الهجوم وافتراس الفريسة أيضا. ولهذا نحن هنا اليوم في هذا الفيديو سوف نتعرف معا على مجموعة من أخطر الحيوانات التي تصيب الجميع بالخوف والفزع. ولكن أولا مشاهدين الكرام دعمونا بإعجاب للفيديو واشتراك بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد. الخيول. يعتبر الخيل واحدا من أسرع الكائنات البرية حول العالم، بالإضافة إلى أنه يتمتع بقوة هائلة تجعل العديد من المزارعين يستخدمون هذه الفصيلة في العديد من الأعمال الزراعية المختلفة، وذلك نتيجة قدرة الخيل على القيام بسحب وجر العديد من الأوزان الثقيلة بكل سهولة بسبب القوة الهائلة التي يمتلكها. ويقال أن أقوى فصائل هذه الخيول من الممكن أن يتجاوز طولها إلى 2 متر، كما أن وزنها يتجاوز طنا ونصفا بالكامل. كما أنه في العصور الوسطى كان يتم استخدام هذه الفصيلة في الحروب، وهذا ما كان يجعل الكثير من الناس يحاولون دائما تطوير هذه الفصائل من أجل الحصول على أفضل فصيلة من الخيول تتمتع بالقوة والسرعة معا. الثور البلجيكي الأزرق. يعتبر الثور البلجيكي الأزرق واحدا من أقوى الثيران حول العالم، ذلك نتيجة أنه يمتلك عضلات ضخمة وكبيرة للغاية كما هو واضح أمامك في الفيديو. وبعد العديد من الفحوصات استطاع الكثير من العلماء التأكد من أن هذه الفصيلة من الثيران لديها طفرة جينية فريدة من نوعها، وهي ما تجعل حجم العضلات يزداد بهذا الحجم المخيف. الكنغر. يعتبر الكنغر من الحيوانات القوية جدا، ذلك نتيجة أنه يمتلك عضلة قوية في الذيل تجعله قادر على الوقوف على الذيل وتسديد ضربات قوية جدا باستخدام الأقدام الخلفية. ومن بين أفراد هذه الفصيلة هو هذا الكنغر المعروف باسم روجر، والذي يعيش في إحدى المحميات الطبيعية في استراليا. طول هذا الحيوان يصل إلى 2 متر ووزنه إلى 900 كيلو جرام. كما هو واضح أمامك يتمتع هذا الحيوان بعضلات كبيرة وضخمة جدا. الأسد الببري. هو حيوان هجين من ذكر الأسد والخيثمة، والناتج هو كائن شبيه بالأسد مع الخطوط المميزة على جلد الببر. يتميز بأنه أكبر حجما من كلا الحيوانين الذي هجن منهما، حتى أنه يعتبر أكبر حيوان من فصيلة السنوريات حول العالم كله. هذا هو أكبر أسد من هذه الفصيلة ويعرف باسم هرقل، وكان أكبر في الحجم مرتين من حجم النمر الطبيعي، وعندما يقف على الأقدام الخلفية يصل ارتفاعه إلى 4 أمتار. الغوريلا. تعتبر الغوريلا من الحيوانات القوية جدا، كما أنها تتميز بالعنف والشراسة حتى تستطيع فرض السيطرة والهيمنة والدفاع عن باقي أفراد العائلة وعن الأرض التي تعيش عليها. وفي الحقيقة أنها لا تعتبر من الحيوانات التي تفضل الهجوم في البداية، ولكن عند الشعور بالخطر تقوم بضرب منطقة الصدر الخاصة بها بقوة شديدة وتصدر أصوات عالية من أجل أن تكتسب الثقة وتبث الخوف في قلوب باقي الحيوانات التي تهجم عليها. الفيل الإفريقي. يعتبر الفيل الإفريقي واحدا من أضخم الثدييات حول العالم، يقال أن وزنه يصل إلى 12 طنا بالكامل. ويقال أن الفيل الواحد قادر على إسقاط الشجرة بمفرده، كما أنه قادر على رفع أوزان تصل إلى 300 كيلو جرام بكل سهولة، ذلك نتيجة أنه يمتلك عضلات ضخمة وأوتار وأربطة قوية جدا تجعل القيام بمثل هذه الأشياء غاية في السهولة بالنسبة له. الغرير. حيوان من جنس الغرير ينتمي إلى فصيلة ابن عرس، يعيش في إفريقيا ومناطق جنوب وغرب آسيا في بلوشستان وشرق إيران وجنوب العراق والسعودية وجنوب سلطنة عمان. يعتبر هذا الحيوان واحدا من الحيوانات القوية جدا، ويصل طوله إلى 1 متر ووزنه إلى 25 كيلو جرام، كما أنه قادر على القيام بحفر العديد من الجحور أسفل سطح الأرض حتى يتمكن من المعيشة بداخلها، كما أنه يتمتع بذكاء كبير جدا يجعله قادر على الاستعانة بالعديد من الأشياء الأخرى من أجل تجاوز العقبات، حيث أنه في هذا الفيديو قام بإحضار هذا الغصن الكبير من أجل الصعود عليه وتجاوز هذا السور العالي. الحوت الأزرق. يصل وزن الحوت الأزرق إلى 180 طن، وهذا يجعله أكبر الكائنات الحية حول العالم. يتغذى على القشريات البيضاء الموجودة في المحيط بكميات هائلة جدا، وعندما يقوم الحوت بفتح الفم بمقدار 90 درجة حتى يبتلع كمية كبيرة جدا من الأسماك ويعصرها في الفم. ويقال أنه قادر على ابتلاع كمية تصل إلى 60 كيلو جرام في المرة الواحدة. الدب الرمادي. يصنف الدب الرمادي على أنه واحد من الحيوانات البرية الخطيرة والشجاعة جدا، يصل وزن هذا الدب إلى 700 كيلو جرام، بالإضافة إلى أن طوله يتجاوز 3 أمتار بالكامل،
كما أنه يعتمد على المخالب والعضلات القوية التي توجد في الذراع حتى يستطيع التغلب على الفريسة بكل سهولة. الفهد. يعتبر الفهد واحدا من أسرع الكائنات البحرية حول العالم، بالإضافة إلى أنه يتمتع بشجاعة كبيرة جدا تجعله قادر على الهجوم على مختلف الحيوانات الأخرى. كثيرا ما يفضل حمل الفريسة فوق الشجرة بعد القضاء عليها حتى يتمكن من افتراسها بمفرده دون أي حيوان آخر. تخيل مدى القوة التي يتمتع بها هذا الحيوان وهو قادر على حمل حمار وحشي بين أسنانه ويصعد به إلى أعلى هذه الشجرة. النمل. بالرغم من أن هذه الحشرة تعتبر واحدة من أصغر الحشرات حول العالم، إلا أنها تتمتع بقوة كبيرة جدا مقارنة بحجمها عن باقي الكائنات الأخرى الضخمة، حيث أنه بالمقارنة بالحجم بين النملة والفيل اتضح أن النملة أقوى بكثير من الفيل، وذلك نتيجة صغر حجمها وقدرتها على حمل أشياء ثقيلة جدا، حيث أنه في هذه المشاهد تستطيع أن ترى النملة وهي تحمل ورقة الشجر، والتي يقال أن وزن ورقة الشجر هي ضعف وزنها 50 مرة. تمساح النيل. يعتبر تمساح النيل من الحيوانات الخطيرة جدا، وذلك نتيجة الفك والأسنان الحادة الخطيرة التي يمتلكها، بالإضافة إلى أنه يمتلك عضلات قوية جدا في الفك تجعله قادر على إلحاق الضرر بالعديد من الحيوانات الأخرى وبكل سهولة، بالإضافة إلى أنه في الكثير من الأوقات يفضل البقاء في المياه حتى يشعر الحيوان بالعطش، وفي هذا الوقت يصبح التمساح قادرا على الهجوم على هذا الحيوان الذي يرغب في الحصول على المياه. الأناكوندا. يعتبر ثعبان الأناكوندا واحدا من أخطر الثعابين التي تعيش في هذا العالم، يقال أن وزنه يصل إلى 130 كيلو جرام، كما أن طوله يصل إلى حوالي 6 أمتار بالكامل، ولهذا يعتمد على الالتفاف حول الفريسة حتى يتمكن من خنقها باستخدام العضلات القوية التي توجد في جسمه، وبعدها يبتلع الفريسة بالكامل. النمر. بالرغم من أن الكثير من الناس يظن أن الأسد أقوى من النمر، إلا أن فصيلة النمر السيبيري تعتبر واحدة من أقوى القطط الكبيرة حول العالم، حيث يصل وزن هذا النمر إلى 300 كيلو جرام، وبالرغم من أن الأسد يصل بالكاد إلى 200 كيلو جرام، وبالرغم من أن الوزن لا يعتبر المثال الأكيد والوحيد على مدى براعة وقوة النمر مقارنة بالأسد، إلا أنه في الكثير من الصفات يعتبر النمر أقوى من الأسد بكثير. ثور المسك. بالرغم من أن هذا الحيوان على وشك الانقراض، يعتبر واحدا من الحيوانات الضخمة والقوية جدا. يتواجد في غرينلاند والأجزاء الشمالية القاحلة من أمريكا الشمالية. لديه كمية كبيرة من العضلات تعادل 5 وزنه. النسر الأصلع. يعتبر النسر الأصلع الأمريكي واحدا من أسرع النسور، كما أنه يفضل صيد الكائنات البحرية بكل مهارة حتى يستطيع تناول هذه الفريسة على ارتفاعات عالية. يستطيع حملها باستخدام المخالب القوية والتي تعمل على خنق الفريسة. شكرا لكم لمتابعة الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب به والاشتراك بالقناة.